أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فام، والبداية بالعناوين. القيروان تستفيد من 154 مليون دينار في إطار مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامنية. والاتحاد العام لطلبة تونس يدعو وزارة التعليم العالي إلى الحوار لبحث إشكاليات العودة الجامعية. وحزب آفاق تونس يعلن عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية. أهلا بكم إلى التفاصيل. مثل تعريف بمشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بالقيروان محور يوم إعلامي انتظم صباح اليوم الخميس بأحد النزل بمدينة القيروان، وفق ما فادنا به مفد الحياة فام بلال الدريدي. ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في رفع مؤشر التنمية بالمناطق الريفية والمستغلات الفلاحية الصغرى بولاية القيروان، وتحسين ظروف عيش 16800 أسرة من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بكل من معتمدي تشبيك والأعلى وحفوز والوسلتية وسبيخة وعين جلولة وحاجب العيون بكلفة جملية قدرت بحوالي 154 مليون دينار. مزيد من التفاصيل في تصريح والي القيروان محمد بورقيبة لمفد الأخبار بلال الدريدي. المشروع اليوم في إطار الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتضامن القيروان، مشروع ممول من طرف المشروع معروف بفيدا، هو الكلفة نتاعه في حدود 154 مليون دينار تونسي، بتبيع بدعم من عديد من الأطراف، البنك الدولي للزراعة وكذلك الدولة التونسية وكذلك العدد من الأطراف وكل المساهمين، بتبيع بشقة تحت إشراف مندوبية الجهوية الفلاحة وسد البحر اللي عندها نسبة محترمة من المشروع هذايا، وبالتنسيق والتعاون مع اتحاد تونسي للتضامن خلال اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي، باعتبار أن ثم نسبة كبيرة من المشاريع تدخل في إطار الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لعائلات المعوزة مثل الدخل في ولاية القيروان. يشمل المشروع هذايا تقريبا 7 معتمدات هم شمال ولاية القيروان، ويشمل 35 عمادة اللي باش تشملهم خاصة التركيز على مستوى بعث مشاريع مدرسة، كذلك البنية التحتية، كذلك المساحة الشراب، وكل ما عنده علاقة بالمشاريع العظمى. هذه تنطلق البرامج على 6 سنوات بداية من 2021، صحيح تأخرنا شوي باعتبار جائحة كورونا، لكن إن شاء الله ينتهي مع نهاية 2027. بدأت الاتحاد التضامن الاجتماعي بدراسة الوحدات، وبدأت انطلقت من عمادة السودان اللي هي ترجع بالنظر لمعتمدية حاج بيون، انطلقت العملية غادي تم معناها انتداب عدد من الفنيين الاستشاريين، كذلك توفير الانطلاق الدراسة الأولية بالتنسيق مع الوحدة المحلية والاجتماعي. لدينا تو اليوم هو يوم إعلامي للتعريف بالمشروع هذايا، إن شاء الله بتكاثف كل الجهود على مستوى القيروان، منظمات وطنية، مجتمع مدني، إدارات محلية جهوية، سلطة جهوية، كذلك إدارات مركزية خاصة مع مستوى وزارة الفلاحة والاتحاد التضامن خلال وزارة الاجتماعية. إن شاء الله البرنامج هذا يكون عنده دور كبير في تحسين المؤشرات الاجتماعية، وكذلك في توفير العديد من مواطن الشغل على هذه لخروجهم من عتبة الفقر، وبطبيعة من معناها الناس متكافل على الدولة اللي الناس معناها توفر الاكتفاء ذاتي نتاعها، وهذا الهدف. بطبيعة العديد من النقاط باش يتم تناولها في المشروع هذا لمزيد التعريف بأهم النقاط والبرامج، إن شاء الله من خلال متابعة تقديم برامج هذا إن شاء الله نتعرف أكثر على نفس المشروع. لكن هذا مشروع مهم جدا بالنسبة لنا القروان للسنوات، ينضاف لعديد المشاريع الأخرى كيما مشروع التنمية المدمجة ومشروع الجهة والتنمية، هذه مشاريع اللي تنجم على الأقل تحسن المؤشرات وكذلك لتقريب الخدمات لأهالينا وخاصة البنية التحتية اللي هي تنجم تجيب لنا الاستثمار في المرحلة الثانية. أعلن حزب آفاق تونس في بيان نشره اليوم الخميس عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة والمقررة يوم 17 من ديسمبر المقبل. ودعا الحزب في بيانه كافة التونسيين بكل مكوناتهم السياسية والمدنية إلى مقاومة التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي، وفق بيان أصدره الحزب اليوم عقب اجتماع مجلسه الوطني. كما دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بالاستناد إلى الدستور الجديد بعد أن فقد شرعيته السياسية والقانونية إثر إلغاء العمل بدستور 14 و2000 الذي انتخب على أساسه، مؤكدا أن دستور قيس سعيد 25 من جويلية يحمل تغييرا جوهريا للنظام السياسي، وهو ما يقتضي وجوبا وبالتوازي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. واعتبر أن المرسوم الانتخابي الذي تم إصداره هو حجر الأساس لمنظومة البناء القاعدي، إضافة إلى الإخلالات المتعلقة بتمثيلية المرأة والشباب والتقسيم الجغرافي والتمويل العمومي للحياة السياسية واستفحال وإثارة النعرات العروشية والجهوية، وهو ما سيساهم في تفكيك الدولة وتهديد استقرار وحدة مؤسساتها حسب البيان.
دعا الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان نشره أمس الأربعاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الحوار لبحث حلول لمختلف الإشكاليات المتعلقة بالعودة الجامعية، وطلب رئاسة الجمهورية بتشريك المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والقوى السياسية الوطنية في صياغة المراسيم الجديدة المتعلقة بالإعلام والانتخابات باعتبارها شؤونا تعنى عموم التونسيين، والابتعاد عن الفردانية في تسيير المجتمع والدولة وفق ما جاء في نص البيان. وحث الاتحاد اثر اجتماع مكتبه التنفيذي الوزارة على الجلوس الى طاولة الحوار من اجل توفير حلول الاشكاليات تهم السكن الجامعي ومجالس التأديب والحق في الماجستير، داعيا الى الترفيع في نسبة المنتفعين بالمنح الجامعية وبفتح التسجيل الاستثنائي الخاص لعموم الطلبة المعنيين به. ونبه الاتحاد من ان مختلف مؤسسات التعليم العالي ومراكز الخدمات تشكو مما وصفها بحالة الاحتقان، وحمل الوزارة مسؤولية فشل تأمين عودة جامعية تحفظ كرامة الطلبة. شارك النائب الأول لرئيس جمعية تونس للسلامة المرورية مرشد بالحارث أمس الأربعاء بمقر وزارة الصحة في الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإعداد التقرير العالمي الخامس للسلامة على الطرقات 2023 الذي تعده منظمة الصحة العالمية في إطار تحقيق أهداف عقد عمل من أجل السلامة على الطرقات الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدعو إلى تنفيذ أنشطة لتعزيز إدارة السلامة على الطرقات والبنية الأساسية وتثقيف مستخدمي الطرقات وكيفية الاستجابة بعد وقوع التصادم. وسيتم إنجاز هذا التقرير بناء على التمشي المعتمد في التقارير السابقة. في أخبار العالم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراء عملية تبادل 200 أسير حرب أمس الأربعاء بواسطة تركيا عقب محادثات دبلوماسية أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني زيلينسكي. وذكر أردوغان في تصريح إعلامي في البيت التركي بنيويورك أن عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا هي خطوة مهمة في سبيل إنهاء الحرب بين البلدين. وأضاف أردوغان أن جهود أحلى السلام بين روسيا وأوكرانيا مستمرة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. القيروان تستفيد من 154 مليون دينار في إطار مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني. والاتحاد العام لطلبة تونس يدعو وزارة التعليم العالي إلى الحوار لبحث إشكاليات العودة الجامعية. وحزب فاق تونس يعلن عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.